حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال، الجمال هو الجمال كله. حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال، أصل الجمال حتى القمر، حتى القمر يوم ظهر كالنور من ظله، والنجم لما هوى، والنجم لما هوى، والنجم لما جبريل دليل النبي، جبريل دليل النبي في الإسراء والمعراج، في الإسراء والمعراج لا الهادي اللي بيدله. يا رب صل على الرقي ليلة السبع والعشرين من رجب، يا رب صل على الرقيل الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب. يا رب صل على الرقيل الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب، يا رب صل على الرقيل الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب. جبريل للمصطفى المختار قد جاب بمكة حضرة الله قد دعاك في طلبي، يا رب صل على الرقيل الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب، يا رب صل على الرقيل الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب. رب صل وسلم إلى الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب، يا رب صل على الرقيل الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب، يا رب صل على الرقيل الرتب في ليلة السبع والعشرين والعشرين من رجب، يا رب صل على الرقيل الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب. وحضرة النور ثابت فيها مر تعاد، والعرش من
وطئ أقدام النبي سعيدا. فقال يا مصطفى منك لنا المدد، والعرش يقتل بالمختار في طربي. يا ربي صل على الرقيل الرتلي في ليلة 27 من رجب. يا ربي صل على الرقيل الرتلي في ليلة 27 من رجب. زي ما حضراتكم شايفين، وبنرحب بالشيخ احمد عبدين، وطبعا انت اللي مميزه جدا في وسط القعده كلها. جنى انا برحب بك يا جنى، وطبعا كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه الاسراء والمعراج باذن الله يوم 27 رجب. وطبعا ربنا يعد علينا الايام بخير يا رب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. طبعا يعني انا برحب بحضراتكم جميعا وفرقه مدحين النبي عليه الصلاه والسلام والاستاذ احمد عبدين. حضرتك تقدم فرقتك بقى بعد جنى. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا سعيد جدا بتواجدي مع حضراتكم في البرنامج الجميل. بشكر الاستاذه نعمه خليل الاعلاميه المتالقه، وحضرتك طبعا ربنا يخليك يا استاذ احمد. طبعا انا اقل واحد في فرقتي الاخوهم الصغير، بقدم طبعا المنشده الجميله الرائعه اللي هتطل علينا النهارده اطلاله جميله. جنى ايمن، مرحب بك يا جنى. عضو من اعضاء فرقه مدحين النبي للانشاد الديني طبعا بمحافظه الشرقيه. طبعا معانا الملحن والموسيقار وعازف فرقتنا طبعا الجميل واخويا وحبيبي المنشد الجميل الشيخ محمد العربي، وطبعا المنشد الجميل الرائع عريسنا المحترم الشيخ عبد الرازق محمد، واستاذنا الشيخ احمد جمال، والمنشد الجميل المتالق ابو البراء احمد حمدي، وسيدنا الكبير عم الشيخ محمد عبد الباسط اعضاء فرقه مدحين النبي. منشدنا طبعا انا برحب محمد عبدين طبعا مؤسس الفريق، انا والشيخ محمد عبد الباسط فرقه مدحين النبي، وشعارنا مدحين على حب النبي متجمعين عليه الصلاه والسلام. طبعا انا في البدايه برحب بحضراتكم جميعا، واحنا كان لينا السبق قبل كده ان احنا يكون لينا لقاء مع حضراتكم. بقول للساده المشاهدين جميعا كل سنه وحضراتكم طيبين. شهر رجب وليله الاسراء والمعراج ذكرى اللي كلنا بنحتفل بيها من العام للعام، وبنحيي فيها ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما استاذ يحيى قال والساده المشرفين النهارده، طبعا ايام جميله روحانيات بنستناها من العام للعام. كل سنه وحضراتكم دايما طيبين وبخير، ورجب وشعبان واللهم بلغنا رمضان وانتم في اتم صحه. برحب بكم كلكم يا جماعه، شرفتوا الاستوديو. طبعا انا عايزه ابدا النهارده بجنى اصغر عضو مع في فرقه مدحين النبي للانشاد الديني. هتقولي ايه النهارده يا جنى؟ هقول تجلى مولد الهادي. اتفضلي يا جنى. تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، أضاء الكون مولده بأطهر يوم ميلادي، بأطهر يوم ميلادي. تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، بشهر ربيعه ازدانت موازيني وأورادي، بسيرته وحضرتي بسيرته وحضرته زادت أوراد أعوادي، وغنى الرب والحاكي.
ربنا يديمها بس معايا على طول. ما شاء الله يا حبيبه قلبي ما شاء الله. بسرعه كده طيب واحساس هي مجهزه بس النسكو فيها تكمله. اتفضلي يا جن هنا وقفت كده بعديها. اتفضلي سمعينا يلا. المسكو فاح المسكو فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء يا صاحب القبة الخضراء الله الله هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة هز الهلال يا أبا زهراء واعطي لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا لما تكبري تحبي تكوني ايه؟ ابقى منشده في حب سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. ربنا يوفاك يا جنى. انت صوتك ما شاء الله عليكي. بسم الله ما شاء الله. الصوت ما شاء الله ما شاء الله عليكي يا جنى. مستقبل كبير قوي يا جنى. مين اللي هيكون يعني بعد جنى؟ طبعا الشيخ محمد عبد الباسط ان شاء الله. بسم الله. اتفضل يا شيخ احمد. مات يا صليك يا محمد. اتفضل. في كل يوم في حياتي محمد بين الورى يتجدد في كل يوم في حياتي مولد لمحمد بين الورى لما نزلت حبيب روحي للدنا ظل الجمال ظل الجمال مع الهدى يتردد في عام فيه كان مولد سيد صلى الله عليه وسلم. نسمع الشيخ احمد حمدي ما يتيسر ليك. شعب تفضل يا مولانا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الانبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه اليدا بالفا حن قلبي له فاض شوقا اليه ليس شربة من يدي الصلاة
شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي كان في هديه منهجا وسطا كانت تساعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه الله يفتح عليك نسمع المنشد الجميل الشيخ احمد جمال هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي ريحه وليالي جايه هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي ريحه لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي ده القعدة حلوة والنبي عند النبي يا إلهي الكون ده كل عند النبي عند النبي انت عالم بيا كل لاجل النبي لاجل النبي يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف يظلموني من ده شايف يتهموني برضو عارف من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي شيخ محمد العربي بقى ومتعنا كده واللي اتفضل يا مولانا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من Bye.
والسلام طبعاً. طبعاً الشيخ أحمد إحنا مستنيين حضرتك بقى علشان شرف لينا تبقى ختام الحلقة، لأن أنا لازم أختم بجنة. طبعاً لا تختم بجنة طبعاً. طيب فتفضل. نقول حاجة؟ تفضل. طب لا يا ريت لو نقولها جماعي افضل. تفضلوا. اه طبعا تفضلوا. صلوا على صلي يا ربي وسلم جميعا على الرسول صلي يا ربي وسلم. الله صلي يا ربي وسلم. الله على النبي خير صلي يا ربي وسلم. الله صلي يا ربي وسلم. الله على النبي خير البرية. حبه عين الجمال. الله جمه عال عال وغالي. الله صحبه جانا. كنت عايز اعرف من حضرتك في معايير معينه بتختار على اساسها اي عضو جديد بينضم لفرقه مداحين النبي للانشاد الديني؟ طبعا اكيد في معايير. اول شيء يكفي ان احنا بنمدح سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام، فيكفي ان المنشد او المبتهل انه ينشد ويبتهل ويمدح في حضر سيدنا النبي. لازم يبقى بيحب من جواه سيدنا الرسول، يبقى عنده مشاعر فياضة ان هو بيحب سيد النبي. وفي حاجة في الصوت معينة طبعا لازم استاذ يحيى، طبعا استاذ نعمة يختار، بيتصل مثلا بينا الناس عايزين ينضموا لنا. طبعا احنا بنرحب بكل الناس وبكل الشباب وبكل الاصوات الحسنة أكيد. وبكل محبين سيد النبي وآل البيت. فطبعا في معايير الصوت الحسن اللي الجمهور يسمعه يعني يندمج معاه ويسرح معاه في حضرة ورب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يجذب المستمع ليه طبعا، لازم ده اهم حاجه الصوت الحسن، ثم الاخلاق الحسنه الحميده التي يتسم ويتصف بها المنشد. طبعا طبعا شيخ احمد انا بشكركم جدا يا جماعه. طبعا وقتنا قرب على الانتهاء، وطبعا نتمنى نشوفكم في حلقه او حلقات بشرف ان شاء الله. باذن الله في رمضان هتبقى ضيف شرف لينا يا فندم، شرف لينا، منورنا باذن الله. ودايما برنامجنا بيفضل متواجد على الساحه بالكامل. جنى هتقول ايه في ثواني؟
تنهي علشان ما عادش عندنا وقت. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك، يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك، بحملك بمحمد رب السماء هناك. الله جدا جميل. وطبعا يا جماعه انا بشكركم كلكم، وطبعا طبعا يا استاذ يحيى يحلى الوقت ويطيب دائما بذكرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضراتكم طيبين والساده المشاهدين طيبين والامه الاسلاميه في كل مكان، وينعاد علينا الايام جميعا بخير. شرفتونا، نورتوا الاستوديو ونورتوا قناه الصحه والجمال، وان شاء الله لينا لقاءات اخرى. استنى يا شيخ احمد ثواني. طبعا انا بتوجه في نهايه هذه الحلقه لجميع مشاهدينا بالشكر على مستوى مصر وعلى مستوى الدول العربيه، وبشكرهم على كثر التليفونات والكومنتات اللي كانت بتسال علينا اثناء رجوعنا للحلقه اللي فاتت، والحمد لله ان ربنا سترها علينا كلنا. وطبعا انا بتوجه بالشكر لكل زمايلي الاستاذ نعمه خليل، الاستاذ محمد هشام، الاستاذ هشام خيرت طبعا على مجهودهم الكبير اللي عملوه في الحلقه ديت. وطبعا يا شيخ احمد انا بتوجه لكم بالشكر، وطبعا علشان نبقى بمنتهى الامانه باذن الله احنا حلقتنا الجايه هتبقى اقوى واقوى ان شاء الله. وطبعا في نهايه هذه الحلقه اسمع بقى في الختام حاجه جماعيه كده، ونشوفكم الحلقه قريبه ان شاء الله في رمضان باذن الله. شعار فرقتنا مدحين النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام بسرعه عجاله نكتب يلا عشان هنقفل بقى ان شاء الله. الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اشرقت انوار محمد فاختفت منها البدور، مثل حسنك ما راينا والضياء وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بشكركم يا جماعه.